شد الحمى الوزن يا أيها الإنسان من قبل أن تندم يا أيها الإنسان الله 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 يا مولانا الله الله. طبيعة الحال يعني كما ترون الآن انتهى شهر رمضان الكريم واحتفل المسلمون هنا في بلجيكا يوم الثلاثاء بعيد الفطر المبارك، والذي شهر رمضان مر في أجواء روحانية وأجواء يعني مفعمة الحمد لله بالاستفادة والخير مع هذه البعثة الطيبة، بعثة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وكذلك بعثة مؤسسة الحسن الثاني من وعاظ وقراء وكذا. فالحمد لله يعني الأصداء طيبة جدا والإخوة قاموا بالعمل ديالهم سواء في إمامة الصلاة أو في الوعظ والإرشاد داخل المساجد، وحنا مسرورون وفرحون ب يعني قدومهم بيننا ومستعدين إن شاء الله نستقبلهم في كل رمضان مرحبا بهم بين أهلهم وذويهم، نؤكد على ذلك، والاستفادة منهم طبعا حال كبيرة وكثيرة والجالية محتاجة لهم، فجزاهم الله خيرا وجزا الله خيرا للقائمين على هذا العمل في المغرب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومؤسسة الحسن الثاني. والشكر والتحية الكبرى بطبيعة الحال لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، اللي بطبيعة الحال يعني اللي كيشرف على هذا العمل كله، وباسمه تأتي هذه البعثات التي تنشر الإسلام الوسطي، الإسلام المعتدل، الإسلام المغربي أصبح نموذجا يقتدى به في كل بقاع الأرض، ونحن فخورون الحمد لله بانتمائنا لهذا الوطن وباعتزازنا بهويتنا وارتباطنا بثوابتنا وتشبثنا بها. عفاك، بغيت نعرف كيفاش دازت الأجواء الرمضانية مع الجالية المغربية؟ أولا وقبل كل شيء أنا كنقدم التهنئة ديال العيد لصاحب الجلالة والأمة الإسلامية والشعب المغربي والجالية المغربية وكافة الأمة الإسلامية في خارج الوطن وداخل الوطن. بالنسبة للأجواء اللي قضيناها مع الجالية المغربية كانت في الحقيقة أجواء هائلة، كان واحد التواصل بيناتنا، تواصل كان فعال، كان عندهم واحد الإقبال كثير، كان عندهم إقبال كثير في الإنصات والتواصل معنا، استفدنا منهم أشياء واستفدوا منا أشياء. نتمنى الله سبحانه وتعالى يجعلنا في ميزان الحسنات، ونتمنى نكون حس خفيف على القلوب ديالهم. والله كان أحسن رمضان دوزته أنا مع الجالية المغربية ومع كافة المسلمين هنا في بلجيكا. كنشكركم وكنقدم الشكر للمركز الإسلامي، وكنقدم الشكر كافة المساجد اللي قمنا بالدروس معهم، وهذا في الحقيقة كان فرح عظيم لنا ولجميع الجالية المغربية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الحمد لله داس الأمور بخير وعلى خير، أشواق الحمد لله رمضانية وتهجود، ويعني امور دست احسن ما يرام، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله دازت القضيه، الحمد لله ديال هذه البعثه العلميه، الحمد لله دازنا في مزيان، كل شيء داز في تمام الحمد لله، واستقبلونا الناس تما الحمد لله، وداز كل شيء بخير وعلى خير، وقدمنا انشطه الحمد لله، وقدمنا انسان صلوات ديال التراويح والدروس والمواعيد الحمد لله، وقدمنا واحد اختبار ما درنا للتلاميذ اللي كيقراو الحمد لله، وداز داكشي كلشي بخير وعلى خير الحمد لله. ولله الحمد قضينا هذا الشهر الابرك مع اخواننا المغاربه هنا في بروكسل على احسن ما يرام وعلى احسن الظروف، ونشكر اخواننا المغاربه على معاملتهم الحسنه معنا وعلى حسن الضيافه، وكذلك نشكر وزارة الأوقاف التي تهتم بجاليتنا المغربية هنا في بروكسل، ونتمنى التوفيق إن شاء الله للجميع. بداية أشكر القناة التي تهتم بأخبار الجالية المغربية هنا في بلجيكا، أشكر جميع يعني الطاقم التقني والفني. أما ما يتعلق بالأجواء الرمضانية فهي الأمور جارية بخير وعلى خير ولله الحمد والمنة، يعني الأئمة والقراء والواعظون كلهم قاموا بما يجب القيام به، والحمد لله جلهم شرفوا المغرب والمغاربة هنا في أرض بلجيكا،
نشكر كل من ساهم على هذه البادرة الطيبة، وعلى رأسها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي يعني تهتم بأبناء الجالية المغربية هنا في ديار المهجر. نشكر الجميع، أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن ينفع بما قدم من القراءات والمواعظ، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العمر كانت في الحقيقة كانت جد حسنة، وكنا مرتاحين، وكانت مرتاحة معنا الجماعة، وكنشكروا ذاك الناس يعني ما سقيناش بهم، ودوزنا معهم هذا الشهر يعني من صلاة وقيام ودروس، وكانت في غاية الروعة ولله الحمد. كنا في المستوى وكانوا هما في المستوى، الحمد لله. الحمد لله، عيدكم مبارك سعيد، وتنشكركم على هذا الاهتمام اللي مهتمين بينا، والجالية الحمد لله اللي مجينا لهم رحبوا بينا أحسن ترحاب، وأكرمونا أحسن تكريم، وقدرونا وعززونا أحسن تقدير واعتزاز، جزاهم الله خيرا، ومثلوا بلاد المغرب العزيزة أحسن تمثيل في الكرم وفي التقدير وفي الإنصات وفي الاستماع لدروسنا الوعظية التي أتينا من أجلها لنقوم بمهمة راقية في تبليغ الرسالة الإسلامية لهؤلاء الجالية الذين هم في بلاد المهجر في بلجيكا. والحمد لله وجدنا إقبالا، فكانت الحمد لله النتائج حسنة وجد حسنة، بحيث قدموا لنا الشكر والتهاني حسب هذه الدروس التي ألقيناها بفضل الله وكرمه ومعيته. فنحن وجدنا القلوب الصاغية عوض الأذن الصاغية أو الأذان الصاغية، ووجدنا القلوب الصاغية التي حقا رحبت بنا وبدعوتنا، وكان ذلك كله فخر، كان فخرا لنا ولأميرنا محمد السادس حفظه الله في بلادنا. فكنا نمثل وننوب عن ملكنا حفظه الله في تقديم الدروس الوعظية والإرشادية بحكمة وبموعظة حسنة وباعتدال، حتى نصل إلى أهدافنا الراقية التي أوصانا عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله، كانت أجواء طيبة مزيانة، وكان واحد القبول يعني الحمد لله طيب، كانت الأمور يعني مقبولة الحمد لله، الأمور طيبة مزيانة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا تنشكر جميع المغاربة على الحفو والاستقبال الرائع، وحظينا باستقبال يليق بحملة القرآن ولله الحمد. فأشكركم جزيل الشكر على ما قدمتم لنا من فضل وخير ونفحة ربانية، أشكر الله لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الغر المحجلين. بالنسبة للأجواء في غاية الروعة، هذه الأجواء الرمضانية قضيناها في هذه الديار المباركة بخير وعافية وسلام وأمن، واستطعنا إن شاء الله سبحانه وتعالى أن نؤدي رسالتنا، وأن نتواصل مع جاليتنا، وأن نترك بصمة رائعة في هذا المجتمع المسالم، وأدينا رسالتنا، رسالة التسامح والتآزر والتناصح والتواصل بين جاليتنا وبين العالم أجمع. ونتقدم بالشكر الجزيل للذين أشرفوا على استقبالنا وعلى ضيافتنا، وعلى الطاقم التقني، نتقدم بالشكر للطاقم التقني الذي استقبلنا، ولكم أنتم شخصيا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقكم وأن يبارك في عمركم وفي مجهوداتكم وفي تواصلكم معنا، وشكرا لكم، شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، أخوكم جلولي عبد الحفيظ، مسجد السلام، كرسادتين. الحمد لله الأمور دازت بخير وعلى خير في هذا الشهر المبارك شهر رمضان، والحمد لله داز، وواحد الاستقبال زعما ذوك الناس اللي الشيوخ ديالنا زعما الحمد لله فرحنا منهم، وكونوا المسائل في ميزان رائع
والحمد لله كل شيء داز بخير. داكشي اللي بغيت نقول لكم اودي جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. في الحقيقه الاجواء مرت اجواء رمضانيه كانت رائعه جدا، مرت في الاجواء روحانيه ونسمات ايمانيه، ووجدنا يعني تجاوب كبير مع الجاليه المغربيه المقيمه هنا ببلجيكا، حيث كانت النساء يعني توافدنا بكثره الى المساجد وينصتنا يعني بتعطش شديد جدا يعني، والحمد لله عملنا معهن ويعني كانت أجواء رائعة، وكانت يعني صلاة التراويح في الليل، ويعني النساء كنا يقبلنا بكثافة على الدروس، وكنا يسألنا كثيرا في بعض المسائل الفقهية خاصة الأحكام المتعلقة بالنساء، ولله الحمد كان تجاوب كبير جدا الحمد لله. يا ربي أمين. باي 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 باي. سعيد. أنا ما أعرف شو تبغين.